بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة وقفات حزينة جدا عن ضرب الزوج لزوجته. العنوان ديال هذه الحلقة هذه ضرب الزوجة من قبل زوجها برهان دليل قاطع على عجز الزوج عن تخطي المشاكل. من المعروف عن الحياة الزوجية أنها عامرة بالمشاكل والصعوبات، ماشي قضية ديال الأفلام وفيها الورد وفيها يلاه نتعشاو برا وفيها نمشيو حدا لابلاج ولا شي حاجة. المعروف عن الحياة الزوجية أنها عامرة بالمشاكل والصعوبات، ولكن اللي تيتحكم في الاستمرار ديال العلاقة الزوجية وتيتخطى هاد المشاكل هادي وهاد الصعوبات هادي وتينجح هو الزوج. لذلك واجب على هاد الزوج هذا ما يتعرضش للمرأة ديالو بأي نوع من أنواع الإهانة بحال الضرب وغيره من الإهانات، إما ديال اللسان وإما ديال العين وإما الحركات إما الحسية وإما المعنوية، سواء باللسان أو باليد أو غيرهما. أجمل باقات ورد وأعطر نسمات الود وأبلغ عبارات التوقير والاعتراف لك سيدتي ولكل النساء، والسلام عليكم ورحمة الله.